ومن هنا اختلف أهل العلم في هذه الآية، هل هي منسوخة أو محكمة؟ فمن قال إن الأنفال هنا في هذه الآية، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، الأنفال هي الغنائم، قال هي منسوخة بقول الله تبارك في هذه السورة أيضا، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. يقول هذه الآية تأتينا إن شاء الله تعالى في بداية الجزء التاسع، هي تكون ناسخة، العاشر ناسخة لهذه الآية. والذي قال لا، الأنفال تدخل في المعاني الأربعة الأخرى، يقول ليست ناسخة، تتكلم عن الأنفال الشيء الزائد، وتلك تتكلم عن الغنيمة التي توزع على المشاركين في القتال.